أبدأ مع سيادة اللواء الدكتور سمير فرج. حضرتك من أبطال حرب أكتوبر، أكتوبر الذي كان نصراً خرج من رحم الهزيمة وكان انتصاراً كبيراً بعد انكسار. كيف حول هذا الشعب وقواته المسلحة هذا المعنى وجسده؟ مصر بتحتفل هذه الأيام بأغلى ذكرى، وهو نصر أكتوبر الذي حققه الجيش المصري في العصر الحديث. نتذكر دائما ذكريات أليمة في حرب 67. صباح 5 يونيو 67 قامت إسرائيل بتوجيه ضربة جوية ب 200 طائرة ضد المطارات والقواعد العسكرية والدفاع الجوي. بعدها اندفعت القوات البرية الإسرائيلية إلى سيناء بهدف الوصول إلى قناة السويس. وجاء يوم 9 يونيو 67، يوم حزين في تاريخ مصر. 9 يونيو العلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة. 9 يونيو القوات السورية تستكمل تدمير قوات نفسينا. 9 يونيو في الخامسة مساء الرئيس الراحل عبد الناصر يتنحى عن الحكم. ولكن الشعب المصري رفض الهزيمة ورفض تنحي الرئيس عبد الناصر. ولم يمضي شهر على هذه الهزيمة، 1 يوليو 67، تقدمت القوات الإسرائيلية لاحتلال مدينة بور فؤاد. وعند منطقة راس العش تصدت لها فصيلة صعقة 30 جندي بأسلحة خفيفة وأربجيات. معركة 7 ساعات خسر فيها العدو الإسرائيلي الكثير وارتد ولم يحقق هدفه. كانت أول بصيص أمل لنا على الجبهة، قد إيه فرحنا وقد إيه انبسطنا. وفي نفس العام 21 أكتوبر 67 اخترقت المدمرة الإسرائيلية إيلات أكبر قطعة بحرية في إسرائيل، المياه الإقليمية المصرية أمام بورسعيد. تصدى لها 2 لانش صواريخ من قاعدة بورسعيد البحرية وأغرق المدمرة وعليها 100 فرد وطلبة الكلية البحرية. وتركض الآن حطام المدمرة في قاع البحر المتوسط أمام بورسعيد، وتلاها العديد من المعارك التي مهدت لحرب أكتوبر 73. سيادة اللواء سمير فرج، بالتأكيد مرحلة الإعداد والتخطيط كانت بمثابة ملحمة وطنية لأبطالنا من القوات المسلحة، إعجاز في الفكر والتخطيط. أبرز ملامح هذه المرحلة، مرحلة الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر. بعد هزيمة يونيو 67 قامت القوات المسلحة أول شيء باستكمال وإعداد تنظيم قواتها. أنشأنا الجيش الثاني، أنشأنا الجيش الثالث، ولأول مرة أنشأنا قوات الدفاع الجوي. في هذا التوقيت كان ممكن للقوات الإسرائيلية أن تعبر قناة السويس وتهدد القاهرة، ولذلك قامت القوات المسلحة بإعداد خطة دفاعية كاملة لقواتنا غرب القناة. بعد استكمال هذه الدفاعات بدأنا نفكر في كيف سنحرر سيناء، وبدأنا التخطيط لخطة تحرير سيناء. كان عندنا بعض المشاكل، أولها الساتر الترابي. ساتر ارتبابي موجود على الضفة الشرقية للقناة بارتفاع 20 متر كان ناتج أعمال الحفر. كان مطلوب أن احنا نعمل فتحات شاطئية في هذا الساتر، لأن بعد فرد الكباري تعبر منه الدبابات والمدافع والمركبات. وقام المقدم باقي بفكرة وهي خراطيم المياه، استنبطها من عمله في بناء السد العالي في أسوان. ونجحت الخطة، وفي 4 ساعات نفذنا فتح كل الفتحات الشاطئية. ثم جاءت المشكلة الأكبر، اقتحام خط بارليف. أقوى الدفاعات الموجودة طبقا للكتب العسكرية هو وخط ماجنو اللي عملوه الألمان الفرنسويين أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. أنشئ هذا الخط 31 نقطة حصينة من شرق بورسعيد حتى السويس. خط مكون من سواتر ترابية ومن مرابط دبابات ومرابط مدفعية، أنابيب نابالم، نطاق من الأسلاك بدأ والموانع 6 أسلاك. وبذلك كانت الخطة،
أننا نعبر قناة السويس في 12 موجة بالقوارب المطاطية، وكل جندي كان عارف مكانه فين ومهمته إيه وتسليحه إيه. عملنا لكل جندي سترة عشان يهاجم بيها ويحط فيها سلاحه وذخيرته وتعينته للمية. عملنا أيضا السلالم الحبال عشان تتسلق بها هذا الساتر الترابي. ويوم 6 أكتوبر الساعة 2 قامت قواتنا بتنفيذ الضربة الجوية ب 220 طيارة، قامت المدفعية بتمهيد نيراني، ثم بدأت موجات العبور ب 12 موجة. في 6 ساعات عبرنا قناة السويس واخترقنا خط بارليف. يوم 7 أكتوبر كان لنا 200,000 جندي على الضفة الشرقية للقناة. زي ما كان يوم 9 يونيو يوم حزين في تاريخ مصر، كان يوم 9 أكتوبر يوم أسود في تاريخ إسرائيل. وقفت جولدا مائير رئيسة الوزراء وموشا ديان وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي الشهير ليعلن هزيمة إسرائيل، وقالت جولدا مائير: لن نستطيع أن نوقف المصريين بعد الآن. لذلك قامت أمريكا بعمل أكبر جسر جوي عسكري نقلت فيها أحدث الأسلحة الموجودة في هذا التوقيت إلى العريش. لا يمكن نتذكر حرب أكتوبر وإلا نشوف الجانب الآخر كان بيقول إيه عننا. الجنرال شارون في حديث على البي بي سي سألوه جنرال شارون: ما هي مفاجأة حرب أكتوبر؟ هل إن المصريين هجموا في عيد الغفران وهو عيد ديني ممنوع الحركة فيه في إسرائيل؟ هل إنهم هجموا الساعة 2 الظهر؟ هل إنهم هجموا بالتعاون مع سوريا في نفس اليوم وفي نفس الساعة؟ هل إنهم قفلوا باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية؟ قال: أبداً، مش هو ده. المفاجأة بالنسبة لإسرائيل كانت في الحرب دي، وده كلام جنرال شارون، كانت الجندي المصري. قال إن الجندي المصري اللي أنا قابلته في 73 لم يكن الجندي اللي قابلته في 56 و67.